السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم القصة قصة شاب عربي أقنع هتلر، تعرفون هتلر؟ أقنع هتلر إنه يرفع الأذان على الراديو. طبعا من هو هذا الشاب العربي؟ وش دي قصة حياته؟ راح نشوفها بهذا الفيديو، وإن شاء الله تابعوا الفيديو للنهاية، ويلا نبلش. شاب عربي أقنع هتلر ببث آيات قرآنية في إذاعة ألمانيا، وتزوج أيضا 80 مرة، عمل إماما ومؤذنا في مسجد، وراهبا بوذيا في الهند، وراقصا في ملهى، وتولى دار إفتاء في إندونيسيا. أنه يونس بحري الموصلي، الأسطورة المقامر، هكذا لقب يونس من عشيرة جبور التي يعود أصلها لقحطان. كان والده صالح آغا جبوري يوزباشي في الجيش العثماني في ذلك الوقت، يؤمن البريد بين إسطنبول وولاية الموصل. امتهن الصحافة في وقت مبكر وكتب أول كتاب له العراق اليوم عام 1924، وكان محررا رئيسيا في صحيفة العقاب، وهي سياسة أدبية. قدم يونس الملك غازي الأول ملك العراق من إذاعة قصر الزهور. استطاع يونس التعبير عن آراء الملك عبر هذه الإذاعة التي لم يكن له سلطة عليها، باعتبار العراق كان تحت الوصاية البريطانية. وعند اغتيال الملك كتب يونس قصة مقتله، أن شخصين تآمرا مع الإنجليز لقتله. وهرب يونس خارج العراق بالتنسيق مع قنصل ألماني عبر طائرة ألمانية في ذلك الوقت. في ألمانيا أصبح مقربا لوزير الإعلام النازي كوبلز، الذي منحه رتبة عسكرية بدرجة ماريشال، وأسس الإذاعة العربية في برلين. وهنا برلين حي العرب لمهاجمة الحلفاء وتوعية الجماهير للخطر الاستعماري، هكذا يكتب على حيطان وجدران برلين. وحاول هتلر وقتها إسكات الدعاة البريطانية والفرنسية، اللتان ملكتا أيضا إذاعات أخرى تفاقمت ضده وضد الحزب النازي في العالم. أصبح يونس نجم إذاعة برلين العربية. غضب منه الشيخ أمين الحسني وطلب من الألمان طرده من الإذاعة في ذلك الوقت، لأنه لم يلتزم بنصوص البيانات والتعليقات التي أعدها المكتب العربي في القدس. فكان ينفعل ويضيف عبارات قاسية غير مكتبة بالنص، ويخص الوصي عبد الإله بالقسم الأكبر من شتائمه، والملك عبد الله أيضا في الأردن. أقنع يونس هتلر ببث آيات من القرآن الكريم مع بدء افتتاح البث، وجذبت المحطة آلاف المستمعين العرب، فقلدته البي بي سي في ذلك الزمان. بعد سقوط برلين اختفى يونس خشية انتقام الحلفاء لدوره في التحريض الإعلامي، فغير اسمه على جواز السفر، غيره من يونس بحر جبوري إلى يوني باري جبوري، وزعم أنه كان في المعتقلات الألمانية فسمح له بالسفر إلى باريس، ليظهر فجأة في الأردن ويتسلل للعراق. ناضل ضد الهيمنة البريطانية على العراق، فاعتقل وسجن 7 أشهر، فأطلقه عبد الكريم قاسم ومنعه أيضا من مغادرة العراق. فافتتح مطعما أصبح موئلا للسياسيين، ثم سمح له قاسم بالسفر مع تعهد بعدم الإساءة للعراق في ذلك الزمن، وأصدر كتابا بعنوان 7 أشهر في سجون قاسم. ثم بدأ حربه ضد قاسم في ذلك الوقت أيضا، وأصدر مجلة معروفة تسمى مجلة العرب في ذلك الزمن أيضا، قال الأدب السوري عبد السليم العجيلي. عمل يونس مؤذنا للصلوات الخمس في مئذنته بصوته العريض
امتهن مهنة الشيخ، وفي الليل يرأس تخت الموسيقى في الملهى فيعزف العود ويغني الأدوار ويشارك بالرقص الشرقي. تزوج 80 مرة وأبناؤه منتشرون حول العالم، تجاوزوا 100 ولد كما يقولون. أتقن يونس 16 لغة عالمية قراءة وكتابة عدا اللغات واللهجات المحلية العراقية، فكان فهلويا. لقب يونس بالبحري لأنه وصل في إحدى جولاته كسائح إلى الساحل الذي ينطلق منه سباحو العالم لعبور بحر المانش. فتقدم يونس باسمه وبعلم بلاده العراق لدخول المسابقة، فقام يونس بكسر القصبة، قصبة السبق، وفاز بالمركز الأول مسجلا سابقة لا مثيل لها، فأطلق عليه تسمية يونس البحري، ومنح جواز سفر دبلوماسي ألماني بهذا الاسم ولأول مرة. أصدر 16 كتابا، مات وحيدا أيضا ومفلسا في دار إحدى معارفه عام 1979 في بغداد، ودفنته البلدية في مقبرة الغزالي. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية خبر وفاته ووكالة رويترز، ونشرته جريدة النهار اللبنانية على صفحتها الأولى.